من النضال بدأناها من زمان عشان نحصل على حقوقنا اللي المجتمع ما كانش معترف بيها. خرجنا ورا صفية زغلول في مظاهرات 1919 ونددنا بنفي الزعماء، وسقط مننا شهيدات ما ترددوش لحظة إنهم يضحوا بحياتهم من أجل الوطن. وفي سنة 1922 قدرت كوكب حفن ناصف ترفع راسنا كلنا لما قدرت تكون أول مصرية تدرس الطب. وفي سنة 1923 أسسنا الاتحاد النسائي المصري اللي قدر بعد كده بجهوده يجبر القوى السياسية في مصر إنها تستجيب لمطالبه، وقدرنا في دستور 1923 نخلي التعليم إلزامي في مصر للبنين والبنات. طب تعرفي إن عزيزة أمير كان ليها الفضل في ميلاد أول فيلم مصري، وهو فيلم ليلى في عام 1927؟ في 1942 قدرت ستات مصريات تنحت في الصخر وتحقق نجاحات كانت مستحيلة، وتأسس أول حزب نسائي مصري وطالب بمنح المرأة كل حقوقها السياسية والاجتماعية. في 1951 اتشكلت لجنة المقاومة الشعبية النسائية عشان تساند الفدائيين في كفاحهم ضد الإنجليز بقيادة درية شفيق. نظمت الفدائيات 1956 وقتها كتائب محاربات للتدريب على الكفاح المسلح ومساعدة الفدائيين والجرحى، وكانت راوية عطية أول ضابطة في الجيش المصري، وقدرت توصل لرتبة نقيب ودربت 4000 ست مصرية عشان يدخلوا الجيش. أخيراً وبعد كفاح عشرات السنين وإضرابات واحتجاجات، حصلنا أخيراً في سنة 1956 على حق الترشح في البرلمان، وفي انتخابات برلمان 1957 قدرت أمينة شكري وراوية عطية إنهم يفوزوا بالانتخاب بعضوية البرلمان، وانطلقنا بعد كده لإثبات نفسنا في كل المجالات. وكانت حكمة أبو زيد أول وزيرة للشؤون الاجتماعية في 1962. أنا أحيا في غد الآن بأحلام اللقاء. وبعد حرب 1967 كانت كوكب الشرق أم كلثوم بتعمل حفلات غنائية في بلاد كتير عشان فلوس الحفلات دي تروح للمجهود الحربي والتسليح في قواتنا المسلحة. وفي عام 1970 اتكون وفد نسائي يتضمن عيشة راتب وعزيزة حسين وأخريات لصياغة مسودات اتفاقية المرأة الدولية. وفي 1973 اتطوعت آلاف السيدات المصريات في الجيش المصري عشان تساند أبطاله، وأصرت كالعادة إنها تكون شريكة في النصر. اتعينت عيشة راتب كأول امرأة تشغل منصب سفيرة في مصر عام 1979. وفي سنة 2000 تم إنشاء المجلس القومي للمرأة كأول كيان وطني يمثل المرأة المصرية ويدافع عن حقوقها، وخلال أول 10 سنين ساهم في خروج قوانين منصفة للنور زي حق حصول أولاد الأم المصرية على الجنسية المصرية، وإنشاء محاكم الأسرة وصندوق تأمين الأسرة، وكمان رفع سن الزواج، وغيرها من القوانين اللي فعلاً فعلاً أنصفت المرأة. وفي عام 2003 قدرت المستشارة تهاني الجبالي توصل لأعلى درجات السلم القضائي وتكون أول قاضية مصرية وعضوة في المحكمة الدستورية العليا. وفي عام 2008 قدرت إيفا هابيل في أسيوط إنها تكون أول ست مصرية عمدة قرية. دكتورة هند حنفي في 2009 ترأست جامعة اسكندرية كأول رئيسة لجامعة مصرية حكومية.
في 2011 صدر ميثاق المرأة بمشاركة 500,000 شخص في 27 محافظة لمواجهة التيار الإسلامي المتشدد اللي حاول إجهاض مكتسبات المرأة، واللي لما كان للمجلس القومي للمرأة بعد إعادة تشكيله برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي دور كبير جداً في مواجهته، صدر قانون لحماية المرأة من التحرش ومعاقبة المتحرش في 2011، وفي 2016 تم تغليظ العقوبة، وفي 2013 خرجت السيدات في كل مكان تطالب بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية. لأول مرة كانت المرأة المصرية موجودة في لجنة صياغة الدستور، وده كان سنة 2013 اللي أعطى للمرأة حقوق كتير ما كانتش موجودة قبل كده من خلال 21 مادة. أود في بداية حديثي إليكم اليوم أن أدعوكم للوقوف تحية وإجلالا للمرأة المصرية. لأول مرة في تاريخ مصر يصدر قرار بتعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، وهي السفيرة فايزة أبو النجا. في 2015 عين القضاء المصري أول قاضية منصة، وفي 2016 أعاد الرئيس السيسي تشكيل المجلس القومي للمرأة واللي تولت رئاسته الدكتورة مايا مرسي أصغر رئيسة للمجلس، وأعلن سنة 2017 عام للمرأة. وكانت حملة تاء مربوطة من أبرز الحملات اللي دعمت المرأة المصرية معنوياً وهدت الحدود والحواجز النفسية عندها. وكانت سنة 2017 حافلة بإنجازات المرأة، وتعينت المرأة المصرية في مناصب لأول مرة، أول امرأة تتعين محافظ، وأول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعينت 6 سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر. إنجازات 2017 ما وقفتش لحد كده، كلف فيها الرئيس السيسي الحكومة وكفت أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة. وقدرت كمان الست المصرية توصل لأعلى نسبة تمثيل وزاري، فمثلت المرأة 25% من الحكومة المصرية. وكمان أعلى نسبة تمثيل برلماني للمرأة منذ إنشاء البرلمان المصري حتى الآن بنسبة 15%. تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية. وما خلصتش 2017 من غير ما تنظم عدة قوانين تدعم المرأة وحقوق المرأة، زي قانون المواريث وقانون الإعاقة. 100 سنة صحيح اللي حققوه كبير وكان تمنه غالي، بس لسه قدامنا كتير نحققه. هنحققه لما نؤمن بيه، وزي ما هم بنوا مبارح والنهاردة إحنا هنبني بكرة.